السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أصدقاء المدينة. اليوم أصدقائي الكرام معنا هذا الشاحن، شاحن أصدقائي كانت واضحة في الصورة، الشاحن 24 فولت 6 أمبير أصدقائي 6 أمبير. هذا الشاحن أصدقائي لو تلاحظون أيضا كيف الكونيكتر، نوع الكونيكتر هو شاحن خاص ب فنقول شركة بوز بانك، شركة مختصة أصدقائي في الحواسيب الأول إن وان المستعملة في المطاعم أصدقائي والمقاهي. سأريكم صورة مثل هذه أصدقائي، هي منها حاسوب وتعطش، ويوجد أيضا بها أصدقائي طابعة ترميك، لذلك هي 6 أمبير، يعني ستغذي الحاسوب بكامل موارده مع الطابعة الانتجري وسط الحاسوب أصدقائي، واضح؟ لذلك هي 6 أمبير. حسنا أصدقائي، نغلق خاص معلومة حتى نعرف يعني هذا أصدقائي الشاحن تابع إلى أي يعني تابع إلى أي شركة أو ما بيرفريك المستعمل. حسنا أصدقائي، المشكلة الذي به هو أصدقائي يوجد فيه لمبة، يعني هذه اللمبة عند توصيل أصدقائي بالطاقة، بسم الله وصلنا أصدقائي بالطاقة، لا يوجد أي شيء، اللمبة لا تشتعل ولا يوجد أي خارج بالضبط. إذا أصدقائي سوف نفتح الشاحن ونكتشف سبب العطل. سوف نتجه أصدقائي مباشرة أول شيء إلى الفيوز. بالنسبة للفيوز أصدقائي، هذا هو أصدقائي الفيوز، هذا هو باللون الأحمر، سوف نقوم بفحصه، نضع الميتيمتر على البازر، حسنا أصدقائي الكرام، نفحص الفيوز، هذا هو الفيوز، الفيوز أصدقائي لا يستجيب، الفيوز يستجيب. الفيوز يعني محترق، سوف نكمل أصدقائي بطبيعة الحال، لأن يعني الفيوز احترق. هناك شيء آخر به مشكل، يعني لا نقوم بتغيير الفيوز ونقول هيا فلنفحص، لا أصدقائي، فيوز ويوجد هنا ملف، ويوجد هنا ملف، ويوجد أصدقائي بايرستور، ويوجد مقاومة حرارية. حسن أصدقائي، هذا المدخل من هنا وهنا، هذا العسي من هنا، جيد من هنا، ومن ثم من هنا، يعني هكذا، ومن ثم المقاومة الحرارية، وهكذا وهكذا، ويدخل مباشرة إلى أصدقائي القنطرة، هذا يدخل مباشرة إلى القنطرة هنا أسي، وهذا بعد الفيوز سوف أذهب مباشرة أفحص في القنطرة، يدخل أيضا مباشرة، يعني لا يوجد أي مشكل أصدقائي، لا يوجد أي مشكل، الفيوز محترق. حسن، سوف أقوم أصدقائي بفحص القنطر، واضح؟ نضعها على تيست ديود ونفحص القنطر، هذا أصدقائي الأسي، وهذا المخرج، هذا ماينس وهذا البلاس، واضح؟ ماينس يساوي لأنه متسق مع معدنية، قطعة معدنية، هذا ماينس وهذا البلاس. حسن، بالنسبة للفحص أصدقائي، هذا الماينس سوف نضع البلاس هنا ونقوم بقياس هذه الديود،
هذه ديود شورت، هذه ديود شورت، هذه ديود، هذه ديود سليم. خلاص سوف افحص الان من هذه من هنا اصدقائي هذا البلاس، سنضع الماينس، هذه ديود سليمة، هذه ديود سليمة، يعني هذه ديود سليمة، هذه ديود سليمة، لكن وهذه ديود سليمة، لكن هذه ديود أصدقائي غير سليمة، هكذا شورت، وهكذا شورت. سوف أفحص في الخارج مباشرة، في الخارج أصدقائي لا يوجد شورت، لا يوجد شورت. سوف أتوجه أصدقائي إلى المصفت، إلى المصفت. بطبيعة الحال هذا أصدقائي يوجد به مصفت وهنا ديود، لأنه هذا أصدقائي فيه الكوريكشن باور، كوريكشن باور فاكتوري أصدقائي، واضح؟ هذا هو ترانسفورمر الكوريكشن باور فاكتوري. هذه أصدقائي المصفت، سوف أرى كانت هناك شورت، لا يوجد أصدقائي شورت بالنسبة لهذه الديود، سليم الموسفت والديود السليمة، لكن على 100% سيكون العطل من القنطرة أصدقائي، هي القنطرة، القنطرة مثبتة ببرغي. لا أعلم أنكم سأستطيع الوصول إليه أصدقائي أم لا. لكن يجب أن ننتبه إلى أصدقائي مكان البرغي، لأنه يعني يوجد برغي، بعدين سوف أثبت أصدقائي بالبرغي. نقوم بالنحر ونترك مكان البرغي. وبطبيعة الحال أصدقائي لا ننسى تغيير الفيوز،
السنسر قوي. هو الفيوز بالنسبة لهذا النوع قائم الفيوز يعني غير متوفر، غير متوفر لدي أو حتى في محلات الإلكترونيات أصدقائي، بيع قطع الغيار هذا النوع غير متوفر. يعني الفيوزات اللي يوجد بها سلك من هنا وسلك من هنا، واضح؟ لذا أصدقائي سأقوم بتركيب هذا النوع من الفيوزات، واضح؟ ونفس القيمة 3.15 أمبير أصدقائي، واضح؟ تجربة أصدقائي نوصلها بالباور. بسم الله، هوب، واضح أصدقائي. وكما تلاحظون هاي اللمبة الخضراء، لا أعلم كانت واضحة أم لا أصدقائي، اللمبة الخضراء مشتعلة وسوف نقيس الفولت الخارج، هذا البلاس وهذا الماينس، البلاس والماينس أصدقائي. نتأكد بأنها 24 فولت. أصدقائي فاصل 86، يعني الفولتية سليمة والشاحن رجع أصدقائي الحياة. أشكركم أصدقائي لحسن المتابعة، وإلى اللقاء، والرجاء والرجاء الاشتراك أصدقائي في القناة ونشرها، وإلى اللقاء في حلقة جديدة. إلى اللقاء.